صباح زين. زين وحشتني قوي، وحشتني قوي قوي قوي. انت كمان وحشتيني قوي. انا كنت عايز اجيلك بس ما اعرفش طريق البيت، كنت مستنيها لما ترجع علشان ما اسيبش الولد لوحده، وبعد كده كنت هنزل ادور عليه. انا هنا ليه؟ تعالى تعالى اقعد. بص الست دي رضوى دي مجنونة، فاكرة جوزها. ليه؟ لأنك شبهه. شبهه؟ بص هو أصلا جوزها مات وساب لها الولد، فجت لها صدمة كبيرة وكل اللي حواليها أصلا بياخدوها على قد عقلها يعني. وجوزها ده اسمه زين برضو؟ ها؟ شفت الصدفة؟ بس أكيد هو شبهي جدا، لأن جارتها كانت فاكراني الريح. مش مهم كل الكلام ده دلوقتي يا زين، المهم إني رايحة دمشق بعد يومين. تاخديني معاكي؟ لا بس أنت هتكون في أمان. ما تيجي نروح الرملة. الرملة؟ أول مكان اتقابلنا فيه كنت ماشية على البحر، فاكرة؟ آه طبعاً طبعاً فاكرة. نفسي أشوفك تاني وأنت ماشية على البحر، نفسي أبقى هناك معاكي لوحدنا ونحلم. نحلم نبني بيت ونعيش فيه وما أشوفش غيرك أنت وبس. لا مش قادرة مش قادرة مش هقدر مش هقدر مش قادرة. زين خليك هنا، خدها انت كمان على قد عقلها، اعمل نفسك جوزها. ما اقدرش اعيش من غيرك صدقني، ولا انا اقدر اعيش من غيرك، مش هعرف. عشان كده انا هقربك من هنا، هعدي عليك بعد بكرة الساعة 4 الفجر، اقف قدام البيت واستناني، هاخدك معايا دمشق. زين اوعى تقول لأي حد أي حاجة عن الموضوع ده، ورضوى المجنونة دي قول لها إن أنت سبتني. بص قول لها إن أنا كلمتك وأنت قلت لي أنا مش هينفع أكمل معاكي، وإن أنت بتحبها وإن أنت ما تقدرش تستغنى عنها، يعني خدها على قد عقلها بس لحد ما نمشي من هنا. يعني انت عايزاني اكسب؟ ايوه عايزك تكسب. تعرف انا بقيت اعرف اكسب كويس، ما تقلقيش. سلام. ايه نطلع نشيله؟ لا خلاص انا اتصرف المشكله دي واحلها بطريقتي. مفيش حل غير اللي انا قلته. لا في اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ مالكش دعوة بيا بقى. شكرا انك حاولت تساعدني، شيل الموضوع ده من دماغك وانا هتصرف. ولو طلبت مساعدتك ما تساعدنيش. ما هو انت لو جيت تطلبي مساعدتي تاني هتبقى جايبه معاكي مصيبه، وساعتها مش عارف هقدر اساعدك ولا هنغرق كلنا. اطمن بعد اقل من 48 ساعه لا هتشوفني ولا هتشوفه تاني ولا هتسمع عننا تاني اصلا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل ايه احنا بقى دلوقتي؟